بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من ذاكرة الأيام. رحبوا معي اليوم بضيف عزيز كريم له بصمات، أطلق عليه رجل المهمات الصعبة في مديرية الأمن العام، وهو بحق رجل مواقف ورجل مهني وصاحب أخلاق عالية، ترك بصمات كثيرة مش في الجهاز فقط، أيضا على طبيعة العمل الشرطي، وله من العلاقات والصداقات الممتدة حتى هذا اليوم لسبب بسيط، أنه رجل شريف تعامل مع العمل على أنه شيء مقدس. في هذا البرنامج نستضيف دائما شرفاء الوطن، وضيفكم هو من شرفاء الوطن العميد المتقاعد عبد الله رشيد الرافع أبو عمر. الله يسعد هالمساء. الله يمسيك بالخير. منور يا سيدي. الله يبارك فيك. كالعادة بنحب نقدم نبذة سريعة للمشاهدين الكرام عن الضيف، فأقول ضيفنا من مواليد إربد عام 1927. نعم. درست المدرسة الابتدائية في إربد والثانوية أعتقد؟ الابتدائية والثانوية. نعم. طبيعي كان الإربد كانت فقط للثانوية المتوسطة. نعم. وبعدين كانوا الطلاب يروحوا للسلطة كملوا، فأنا كملت إربد الثانوية يعني اللي آخر صف بثانوية إربد، وبدل ما أروح على السلط رحت، كان في بعثة قدمتها الحكومة المصرية لطلاب، لقبول طلاب أردنيين لإكمال دراساتهم الثانوية في المدارس المصرية بالمجان وداخلي. ما شاء الله. فأنا كنت من 6 أفراد كنا بهذه البعثة. يعني بقدر أقول أخونا أبو عمر من الناس اللي كنت محظوظ من البداية؟ يعني في الحمد لله. إن شاء الله يا ربي دائما في الدنيا وفي الآخرة. يعني كأني أنا من خلال متابعتي لمجريات حياتك الطيبة بتذكر أنه أنت في المدرسة حصلت على جائزة على مستوى إمارة شرق الأردن في الشعر، مزبوط؟ نعم. أي سنة بالله هذا؟ أنا أولا الحقيقة لازم أبدأ كلامي بشكر محط قناة نورمينا، بارك الله فيك، القناة الممتازة اللي لها سمعة طيبة الحمد لله في البلد. هذه كانت سنة 1944. نعم. كانت الإمارة في ذاك الوقت 43-44، كانت الإمارة هذيك الأيام كان في عندهم برنامج سنوي. نعم. وهو إقامة حفلة خطابية. نعم. في سينما كان في على بالمهاجرين، كان في سينما اسمها سينما البتراء. نعم. وكانت الحفلة هذه السنوية تقام في سينما البتراء. نعم. وكان يأتي من كل مدرسة من مدارس الإمارة الأربعة، ثانوية الأربعة. نعم. اللي هي إربد، السلط، الكرك، معان. نعم. هاي فقط اللي فيها مدارس ثانوية كان. نعم. فكان في من كل مدرسة كان يجي طلاب 2، واحد كانت الاحتفال هذا أو الحفلة هذه مشان الخطابية. نعم. فكنت كانوا واحد من كل مدرسة كان يجي 2، واحد للشعر واحد للنثر. نعم. فأنا وقتها انتخبت للشعر، وكان زميلي رحمة الله عليه الأستاذ عبد القادر العمري. نعم. للنثر. نعم. وحصلت على جائزة، وكان حصلنا على جائزة الأولى. نعم، بالشعر، والأستاذ عبد القادر العمري حاز على الأولى بالنثر. أنا بعرف ذاكرتك جيدة، بتقدر بس تذكرنا بأول بيت أو بيتين من القصيدة اللي أنت ألقيت هذيك الأيام؟ أي نعم. القصيدة مالي لشاعر مصري. نعم. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه،
لو أجدت المحزون أواه. ما شاء الله. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. سل العروبة سل المعالي عنا، إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه. هي العروبة لفظ إن نطقت به، فالشرق والضاد والإسلام معناه. الله يسمعكم يا سيدي. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. فإن تراءت لك الحمراء عن كثب، فسائل الصرح أين المجد والجاه. نكتفي يا سيدي معلش. هذه قصيدة يعني بقدر ما بنشعر بالعز والاعتزاز، لكن نتمنى على العرب أنهم يتوحدوا وعودوا من تاريخهم المدينة. إن شاء الله. أكرم لهم وأحسن لهم إن شاء الله. لو سألت أيضا، تتذكر بعض الأساتذة اللي درسوك بإربد هذيك الفترة؟ نعم. نمر حتى نستعيد يعني نبض الطفولة عندنا. في البداية كان مدير مدرسة إربد الثانوية، كانوا يسموها في السابق كان تجهيز، مدرسة التجهيز، مدرسة التجهيز إربد كانت الثانوية، كان مديرها في البداية الأستاذ عمر فائق الشلبي رحمة الله عليه. نعم. هو أستاذ الجيل كان يعني. نعم. حتى أخواني اللي أكبر مني هم هو اللي. نعم. كان مدير المدرسة. نعم. بعدين هو أحيل على التقاعد واستلم محله الأستاذ رحمة الله عليه بشير الصباح. نعم. هذا العلم. نعم. علم. أعتقد حمد الفرحان كان من أساتذة. حمد الفرحان كان أستاذ العلوم. ولطفي عثمان. الأستاذ لطفي عثمان كان أستاذ اللغة العربية. نعم. إذا يعني فذ تتلمذت على يد أفذاذ والله. نعم. تعرف يعني حتى اللي بدي أقول لأخوان المشاهدين إنه والدك رشيد الرافعي هو أول محامي في إربد. نعم. هو تولى والدي المحامي محمد رشيد الرافعي، تولى مناصب قضائية في الإمارة، كان رئيس محكمة الكرك ورئيس محكمة ورئيس وقاضي في مادبة، وعاد للمحاماة بإربد. نعم. وكان أول محامي، بعدين تبعوا طبعا محامين آخرين. نعم. هو عين أيضا رئيس لمحكمة الكرك أعتقد، وقاضي. نعم. شرعي في مادبة. كان رئيس محكمة الكرك. نعم. وعائلة الرافع منتشرة سيدي في كل أنحاء. عائلة الرافع عائلة عربية عمرية. نعم. منتشرة بالعالم العربي وخاصة بمصر وبلاد. نعم. الشام. نعم. وجد العائلة اسمه الشيخ عبد القادر العمري. لأن هي عائلة عمرية، هو الذي لقب بالرافعي. لقب إذن هو. نعم لقب. طب. لما توجهت للدراسة في بغداد كنت متوجه لدراسة القانون، شو خليك تروح على الكلية العسكرية أو الكلية الحقيقة الشرطة؟ الحقيقة إحنا رحنا بعثة يعني الحكومة العراقية قبلت الطلاب على أثر الاتفاقية أو اتفاقية الاتحاد العربي اللي كان يسمى في حينه سنة 1946 كان يسمى الاتحاد الهاشمي. وعلى هالأساس قبلت الحكومة العراقية طلاب في جامعاتها، فأنا سجلت مع قائمة لدراسة الحقوق، وكان القائمة فيها 6 أشخاص. لما وصلنا هناك تتذكر بعض الأسماء؟ نعم. أحمد كان في القائمة الكلية الحقوق، المرحوم أحمد الهنداوي، المرحوم رزق البطاينة. نعم. وغيرهم. فكنت كنا احنا كمان إسعاف العزب كان معكم؟ كنت. نعم. إسعاف العزب كان مسجل لكلية الشرطة. نعم. وانا كنت كان اسمي بهذا. لما رحنا وصلنا بغداد كان الوزير المفوض، كان اسمه وزير المفوض المرحوم محمد علي العجلوني، كان دخل طلاب عن طريقه مش عن طريق وزارة المعارف، احنا رحنا عن طريق وزارة. نعم. المعارف، فلذلك اخذوا من القائمة فقط 2.
بعدين عرض علينا المرحوم محمد علي جلوني، قال الآن يعني ما ظل محل في كلية الحقوق، شو رأيكم حد يروح على الكلية العسكرية ولا حد يروح على كلية؟ أنا اخترت كلية الشرطة أنا، ووجدت من زملاء إسعاف العزب وكمان واحد شاب شركسي اسمه رجب بسلان. نعم. نعم. طيب على الشاشة في صورة يا أبو عمر وأنت بكلية الشرطة، هذه الصورة يعني أعتقد ممكن تشرحها للناس، هذه وأنت بكلية الشرطة فرسان كنتوا؟ وين هاي؟ هذه في عندنا أنت راكب الفرس. نعم أنا لم أنا راكب الفرس. كنت عسكري لابس ولا؟ لا أنت مدني بس على فرس. هذه في العراق. نعم. في العراق. هاي في العراق. لأنه طيب. كنا بالعراق كان من جملة التدريب اليومي، جملة التدريب اليومي يوميا. نعم. كان في فروسية في الصباح الباكر. نعم. نعم. طيب حتى وأنت بالعراق يعني علمت إنه أنت حتى أخذت جائزة متقدمة وسلموك جائزة. نعم. يعني محرزة اللي هي جائزة سرج خيالي أو سرج خيالي ضباطي، وهذا لا تمنح إلا للضابط المتميز. سرج خيالي ضباطي. نعم. مين سلمك الجائزة؟ الأمير عبد الإله الوصي على العرش. الوصي على العرش. نعم. نعم. طيب التقيت بالمغفور الملك المؤسس مرتين أنت. نعم. المرة الأولى لما يعني كلوب باشا حاول يمنعكم من الالتحاق بالقوات المسلحة، مش هيك؟ ومرة ثانية صليت في الملك عبد الله اللي هو الأمير. لا هي المرة الأولى. المرة الأولى خلينا نستذكر هذه اللحظة. المرة الأولى الحقيقة يعني هذا. إحنا بنحكي للتاريخ يعني. نعم. هاي الشغلة مش قصة مشوقة. أنا جيت عند أخ لي كان بعمان ومن إربد. نزار هو فيصل كان. فيصل ورحمة الله عليه. ليش؟ فأنا هذاك الأيام سمعت إنه الناس بيروحوا يوم الجمعة بيصلوا على سمو الأمير كان. بيسلموا عليه. يعني بيسلموا عليه بالقصر الصغير. نعم. بجنب اللي خلف قصر رغدان. نعم. القصر الصغير يوم الجمعة. فأنا سحبت حالي ورحت على مثل يعني تلقائي. نعم. يعني كان سلوك او تصرف تلقائي. نعم. قلت خليني اجرب، رحت على القصور الملكيه او قصر رغدان، دخلت لبست بدله جديده كان شاري لي اياها اخوي، دخلت من البوابه الحرس ما وقفني، ظليت ماشي توصلت فوق. لما وصلت فوق دخلت على القاعه اللاونج. نعم. بالقصر الصغير لقيت ناس مجتمعين، بعدين كان رئيس التشريفات رحمة الله عليه هزاع المجالي قال للناس، أنا كنت قاعد جنب الشيخ الميثان المجالي. نعم. رحمة الله عليه. فقال تفضلوا صلوها، فدخلوا الناس، خليت الكبار يمشوا قدامي، بعدين دخلنا على سمو الأمير وسلمنا عليه وطلعنا صبولنا القهوة ورجعت محلي. ولا قبل ما أقعد المرحوم هزاع المجالي لحقني وقال لي يا عبد الله، هو بيعرفني لأنه هو كان زميل أخوي نزار بالكلية الحقوق بسوريا وكانوا يجوا عند بعض يعني، فقال لي يا عبد الله سمو الأمير سيدنا بيسأل الولد هذا شو بده. قديش كان عمرك أيامها تقريبي؟